إعدادات شيقة جبنا مع أساسيات ديال التربية البدنية مع قدماء ديال العرائش لجنة العرائش السابقين مقابل أدوار ديال جبنا كتنشيطية محبة بين الإخوان وصلة الرحم مع بعضياتنا ونتمنى إن شاء الله في مستقبلا مع مقابلة آخرين مع جمعيات آخرين مع واحد من الأخرين. بالنسبة لكم أنتم ما كنتوش كان عندكم يعني ما كانش الملعب كان الملعب أرضية صلبة دابا كاين القاعة الرياضية أنتم كممارسين قدماء يعني يمكن تحيوا صلة الرحم الرياضية بينكم ودعموا ممارسة الرياضة والتنمية الرياضية ديال كرة السلة بالعريش يعني شنو يمكن ديروا البرنامج ديالكم البرنامج إن شاء الله هاد السنة هادي إن شاء الله يكون شوية حافل مع الجمعية ديالنا قدماء كما جلسنا هذا مستقبلا كاينة مقابلات إن شاء الله تكريميات كاينة مقابلات حكيين وهذا كله في هاد الفرصة اللي اتحتنا في هذا الملعب هذا الجميل القاعة المغطى المغرب الجديد كنتمنى أن الجمعيات يحافظوا عليها وتكون في مستوى الإقليم إن شاء الله مدينة العرائش.